ميرسي ميرسي لكم كلكم. بدي أشكركم على وجودكم معي اليوم، لأنكم اليوم عم تحضروا ولادة مرحلة جديدة بحياتي، واللي بتمنى تكون جديدة بكل شيء، وإن شاء الله من خلالها أقدر أنسى الماضي العنيف والمؤلم اللي مرقت فيه واللي أنتم بتعرفوه طبعا. أكيد رح تكون مرحلة جديدة وناجحة بوجود الناس اللي بحبوني واللي هن دايما داعميني. شكرا. ربع ساعة وبنفتح البوفيه. انت متاكده ان انت عايزه تسافري بجد يا بنتي يا حبيبتي؟ بعد النجاح اللي انت حققتيه هنا عايزه تسيب البلد وتسافري؟ الاختيار دلوقتي بين النجاح وبين ابني، تفتكري انه هنا في اختيار؟ الحقيقه يا مها انا شايفه انك عملتي الاختيار الصح. اي حل هيخليكي قريبه من عمر هتبقي انت احسن وهو كمان. ما تتصوريش الحياه والدنيا من غير عيله صعبه ازاي. فكري كويس في الوضع بينك وبين شريف لما تروحي سوريا. ما فيش وضع بيني وبين شريف غير عمر. الحمد لله على السلامة مدام نادين. ميرسي الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ميرسي. الكلمة كانت حلوة قوي النهاردة. حضرتك من أي جريدة؟ أنا نرمين الشريف سكرتيرة الجديدة بتاعت حضرتك. لإلي أنا؟ من طرف عمر بيك. معقولة؟ هفضل معاكي انظم لك كل اعمالك وشغلك وهكون معاكي على طول. ميرسي كتير يا نرمين. على فكرة عمر بيه بعتذر لك انه ما جاش النهارده، وقال لك انه مهتم جدا بقضية حضرتك، وان شاء الله تسمعي اخبار كويسة. ان شاء الله. البيت المطربة بتاعت الافراح والليالي الملاح قاعدة مع مين من صباحة ربنا ونازلة لوك 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 في ودنها كده؟ يا سوسة بصيلي كده ليه؟ ايوه هي دي ناهد، ما بتفوتش، بتحب تعرف كل حاجه. طبعا يا حبيبتي ما بقاش العمده ناهد. باتي قومي شوفي لنا ايه الموضوع. وانا مالي وانا مالي وانا ياسين يا حبيبي. ايه يا نهار ابوك مش فايت جرى ايه يا ابني؟ ومونا مخلفاك عشان تقولي الأخبار المنيلة دي؟